صفو شي معايا عظمه دي والله اسبوع كان على هناك عايزه بيت تحاسبي يا بيت يا عاميه يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل زاد عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا شلك هيسامحك انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قليلت الأدب يا فتحية انا قليلت الأدب روحي روحي علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقة بر يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسي انتي بقى انتي ايه موتيها ولا ايه بس ده كهن الاسود عارفاه يا ميدو البت ده كهن الاسود يا بنتي يا مفتون العين اوعى يا ولد اوعى يا بس يا بتاعت رجاله خلاص يا مرقوة خلاص يا علي رول انا علي رول اللي بناها كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه واللي يشوف حاجه يجي وانا اوريه مقامه من النهارده فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 عليك هو يا يلا رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش انا اسمر جوا اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجة حدش له كلمة استغفر الله العظيم ملك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه عالجرصة هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرصة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يفتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك جواز وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك الا علي علي ده سيد الرجاله لما يقول كلمه ينفذها ده بلطجي يا فتون بلطجي ونصاب بحبه بجد وملكيش فيه طب وانا انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بنت ده انت خدامه راشد اهو ازيك يا متولي ازيك يا مت حسام طيب مساء الخير يا باشا اهلا يا استاذ حسام عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل وكان معاه واد اسمه علي الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده يعني مفيش شهود لا مفيش شهود خلاص يتنازل ونمشيها صلح اهو عندك اهو اقنعه بقى تسلم يا باشا حسام المهداوي المحامي الف سلامه بقول لك ايه
ما تيجي بره لياسر يتكلم كلمتين. كلامي انا ما عنديش كلام، انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس معلش. تعالى اجمع. معلش سلامة معلش، ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب القسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين اتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي أوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس أنت زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخد مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي خليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده منلاقي احبابه. ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركة، ربنا هيخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. معلش ازاي ده انا. ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. يا ترى الحكاية هتبقى عاملة ازاي؟